فالصلاة رفعة للعبد في الدارين، يغفر الله بها الخطايا ويحط بها السيئات. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. وقد جاء في المسند من حديث أبي عثمان النهدي قال: كنت مع سلمان رضي الله تعالى عنه تحت شجرة، فأخذ غصنا منها يابسا فهز حتى تحاتت ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذه الورق.